شجرة ماء الحنفية تعيد مشاهد الطوابير الطويلة أمام الينابيع الطبيعية للواجهة. هنا يصطف العشرات للظفر بقارورة ماء الصالحة للشرب. أنا في أزمة ما كاش الماء، رانا نجو صباح نجو هنايا نعمرو الماء باش تغسل. لازم طاح تخرج تشري الماء تاع الشرب، طاح تشريه باش طيب لازم تشريه، وباش تغسل لازم تجي لهنايا وتعمر. كاين الماء تحت الارض يحفروا، لازم يستفيدوا من موارد طبيعيه. الوضعيه لا مسبوقه حملت المواطن للدعوه نحو التحرك السريع لمواجهه الازمه، خصوصا اننا على ابواب موسم الاصطياف والعيد الاضحى. هذه اول خطا تصرنا هكا، نهار يجي نهار ما كانش، وعدنا نهار صام كاع ما هم عيطونا قالوا لنا بلي ما كانش الماء كاع، ما لقيناش عليها وين. احنا كنا نعمرو من هذه، ما نعمروش احنا، كانوا عندنا صافو كي لازم نعمرو. أزمة ندرة المياه الناتجة عن قلة التساقط وتراجع مخزونات السدود جعلت السلطات تعلن عن برنامج استعجالي يحدد طريقة توزيع المياه عبر مدن العاصمة، مثلا بالتناوب كحل مؤقت إلى جانب توقيف جزئي لنشاط محطات غسيل السيارات. وكل هذا يجب أن لا ينسينا حجم التبذير للثروة المائية التي ستبقى بأمس الحاجة لترشيد الاستهلاك. Thank you.